مساء الخير على كل مشاهدين ومتابعين قناة ثروة باسم على اليوتيوب. بسخة العزاء الصيني أو العزاء الياباني للخطوط البطاطس، أو لعزاء أي خطوط، بس بالنسبة لأكترية الشغل اللي بيشتغل في خطوط البطاطس وخطوط الذرة. السلاح هون كفة، وزي كل الفسخ اللي احنا بنعملها على فتيل من ورا، بحيث ان انت تفتح او تقفل المقاس ده زي ما انت عايز. المقاس ده تقريبا دلوقتي 48 سم. العزاء البسخة بتشتغل على العزاء الصيني على طول على المقاس ده او على الاتقاب دي. العزاء الياباني العمود ده بيبقى ملفوف، لان العزاء الياباني بتبقى فيها ماسوره من ورا بالجلاش صغير كده، بنشيل دي وبنركب لها حاجه ملفوف، بس دي بتشتغل على الصيني مباشر زي ما هي كده. لو عجبك الفيديو اعمل لايك واشتراك في القناه تشجيعا لنا نستمر بنشر المزيد ان شاء الله. شكرا.